عليكم أصدقائي، حالكم ماما وداكشي. وأخيرا إنزكان فتحت الأبواب ديالها اليوم الحد، ولكن ما كانش زحام بزاف كما هي العادة. المهم اليوم في هذا الفيديو بغيت نجمع لكم الأثمنة ديال التليفونات من بعد ما كمل الحجر الصحي في المنطقة واحد ماشي في المنطقة زوج، ولكن كلشي غتستافدو إن شاء الله في هذا الفيديو. غادي نعطيكم الأثمنة كما هي العادة ديال كاع الأثمنة ديال أغلب الأثمنة من غير التليفونات ديال أبل. غادي ندير لهم فيديو بوحدو كاين شي كبير. المهم يعملها بلايك الفيديو، واللي مازال ما مشترك في القناة اشترك، وغادي نكملوا الفيديو في الدار في المكتب. ممكن شي نصور كل شيء هنايا، غيكون الصوت ضعيف مع الطوموبيلات صداع، وما عنديش اصلا الكاميرا هنا، عندي كنصور غير بالتليفون. المهم يلا نكملوا الفيديو. احنا وصلنا للاستوديو، معايا الورقه اللي فيها الاثمنه، وغادي نكمل لكم الفيديو اللي بدينا فيه مزكان. انا مازال بالتوني ديالي، واخا ما عنديش مع الكره وما كنتفرجش في الكره، ولكن التوني زوين عجبني وانا ناخذه. المهم كملوا الفيديو واقيلا من الكاميرا احسن. السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في حلقه جديده. كيما وعدتكم حاولت نجيب لكم بعض الاثمنه ديال بعض الهواتف ديال بعض التليفونات، ماشي كلشي بطبيعه الحال حيت التليفونات راه كثار. المهم هاد القائمه هادي ما فيهاش تليفونات ديال سامسونج وما فيهاش تليفونات ديال ابل. المهم بالنسبه للاثمنه ديال هواتف سامسونج وهواتف ابل غادي ندير لهم فيديو اخر ان شاء الله، باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف حيت كما قلت لكم كثار التليفونات بزاف. وقبل ما نبدا نوضح معكم واحد الحاجه بالنسبه لهاد الاثمنه هادي، راه يمكن تلقاوها في بلايص زايده 50 درهم 100 درهم ولا ناقصه 50 درهم 100 درهم، راه عادي جدا طبيعي حيت المحلات كل واحد وباش قنع وكل واحد ملي كيجيب سلعه. المهم راه كيكونش اختلاف في الاثمنه، ضروري يكون الاختلاف ديال واحد 50 درهم 100 درهم ضروري يكون، وعادي ونورمال ماشي مشكل. نبدا معكم شاومي المي 90 برو 6 جيجا في رام 128 في الميموار، الثمن ديالو 4250 درهم تقريبا. ندوزو لهاتف اخر من شاومي واللي هو المي 9 6 جيجا في رام 128 في الميموار، الثمن ديالو 4200 درهم تقريبا. مازالين مع شاومي، وعندنا شاومي مي نوت 10 لايت، الثمن ديالو 4100 درهم، 8 رام 128 ميموار. عندنا عاوتاني شاومي مي 9 لايت 6 جيجا في الرام 128 في الميموار، الثمن ديالو 2950 درهم. واخر تليفون من شاومي معنا هنا هو شاومي مي اي 3 4 في الرام 128 في الميموار، الثمن ديالو 2150 درهم. والبوكوفون اف 1 6 في الرام 128 في الميموار، الثمن ديالو 3150 درهم. وعندنا ريدمي نوت 9 برو 6 في الرام 128 في الميموار، الثمن ديالو 3000 درهم. والريدمي نوت 8 برو 6 جيجا في الرام 128 في الميموار، الثمن ديالو 2650 درهم. وعندنا ريدمي نوت 9 اس 4 رام 64 في الميموار، الثمن ديالو 2450 درهم. والريدمي نوت 8 برو 6 في الرام 64 في الميموار، الثمن ديالو 2400 درهم. وعندنا الريدمي 8 نورمال 8 عادي ماشي البرو 4 في الرام 64 في الميموار، الثمن ديالو 1850 درهم. وعندنا تا الريدمي نوت 8 تي 4 في الرام 64 في الميموار، الثمن ديالو 1950 درهم. وعندنا ريدمي 7 3 في الرام 64 في الميموار، الثمن ديالو 1350 درهم. واخر هاتف معنا من ريدمي، ريدمي نوت 7، هذا التليفون هذا كلشي كيعرفو كلشي تيسول عليه، الثمن ديالو 1700 درهم، وكاين اللي كيبيعو ب 1750 درهم، وكاين اللي كيبيعو بقل شويه. ولكن هاد التليفونات اللي هنايا كاملين جبت لكم الاثمنه ديال التليفونات ديال الشركه الجلوبال، الجلوبال فيرسيون ماشي الاخرين، حيت كاين دابا كنمشي عند مول المحل كيقول لك كاين تليفون ديال الشركه وكاين تليفون ديال برا، ديال اللي ماشي ديال الشركه ديما كتلقى ناقص بديك 100 درهم 50 درهم حتى 150 درهم. عندنا تليفونات هواوي، هواوي نوفا 5T، هاد التليفون تا هو عنده سمعه زوينه، 8 رام 128 في الميموار، الثمن ديالو 3700 درهم. هواوي الواي 9 اس 6 في الرام 128 في الميموار، الثمن ديالو 2750 درهم. وعندنا هواوي نوفا 7 اي اللي ما خرجش اللي خرج للسوق ماشي بزاف هادي تقريبا شي شهر هادي، حتى هو تيتقداو الناس بزاف وبان لي في الصيد ديال هواوي كاع ما بقاش. 6 في الرام 128 في الميموار، لا 8 في الرام 128 في الميموار، الثمن ديالو 2750 درهم. عندنا ثاني البي 30 لايت 6 في الرام 128 في الميموار، الثمن ديالو 2350 درهم. وعندنا هواوي الواي 9 2019 الثمن ديالو 1850 درهم، 4 رام 64 في الميموار.
وعندنا ثاني هواوي الواي 9 برايم 4 في الرام 64 في الميموار، ثمن ديالو 2150 درهم. وهواوي الواي 7 بي 4 في الرام 64 في الميموار، ثمن ديالو 1750 درهم. واخر تليفون من هواوي هو هواوي الواي 7 برايم 2019، ثمن ديالو 1450 درهم، 3 رام 32 ميموار. وبقى معنا هنايا 1 2 3 4 5 ديال التليفونات، والاول فيهم هو ريلمي 6، ثمن ديالو 2800 درهم، النسخه 8 رام 128 في الميموار. وريلمي 5 3 رام 64 في الميموار، ثمن ديالو 1650 درهم. وعندنا ريلمي سي 3 3 في الرام 64 في الميموار، ثمن ديالو 1500 درهم. والريلمي سي 2 جوج في الرام 32 في الميموار، ثمن ديالو 1100 درهم. واخر تليفون معنا في هذا الفيديو الاس تي جي اس 20، هذا التليفون كيدير 1300 درهم، نسخه 3 رام 32 ميموار. وان شاء الله غادي نحاول نجي ندير ليه شي فيديو، المهم منين توصل ليه الوقيته ديالو قريب ان شاء الله، حيت كتسولوني فيه بزاف. ان شاء الله غادي نجيبو لكم لاشين ندير ليه شي مراجعه، تشوفوا المميزات ديالو والعيوب ديالو. كما هي العاده نتمنى تستافدوا من هذا الفيديو اصدقائي، ونتمنى دعموني بلايك وتشاركوا القناه مع اصحابكم، واللي اول مره يشوف القناه يشترك في القناه باش يوصلكم الفيديوهات والجديد ديما ان شاء الله. وما تنساوش راه غادي نزيد نحط لكم مازال ان شاء الله الفيديو فيه الاثمنه ديال هواتف ايفون وديال هواتف سامسونج، والهواتف اللي ما هضرت عليها وبغيتوها اكتبوا لي في التعليقات لتحت باش نشوفها ونحاول نزيدها في الفيديو القادم، ماشي الفيديو اللي تابع هذا، يقدر من دابا واحد السيمانه هكا ان شاء الله غادي نوجدوا لكم. شكرا على المشاهده، ما تنساوش تشتركوا باش يوصلكم الفيديوهات. السلام عليكم.